مرحبا وأهلا فيكم، وآسف على التأخير اليوم، ولكن كنت عم عد هالمادة لأن المادة اللي نشرتها يوم السبت لقيت كتير من الجدل. أول شيء يعني اكتشفت أني الوحيد اللي حكيت بهذا الموضوع، مع أنه كان واضح هو موضوع مغادرة معظم الرؤساء الوازنين في اجتماع القمة قبل ما يلقي الرئيس الأسد كلمته، وأجا أسئلة وفي نوع من التشكيك أنه صحيح مصحيح. لذلك اليوم راح أعرض يعني بشكل مختصر قدر الإمكان مجريات مشاركة الأسد في القمة، وطبعا الحكم راح يكون لكم. يعني أنا كان لي تفسير في التسجيل الماضي، في لي رأي في الموضوع ممكن أرجع عيده، ولكن اليوم المهم أنه راح أعرض أنا الوقائع يعني اختصار بدون ما أخذ وقتكم كتير. هلا بداية طبعا مثل ما حكينا أنه الأسد لم يتم استقباله من قبل محمد بن سلمان، وكذلك معظم المشاركين. يعني للأمانة أنا رصدت شخصين فقط، رئيسين، هن الرئيس رئيسي والرئيس أردوغان استقبلوا محمد بن سلمان، وهذا حكينا فيه بالمرة الماضية. هلا بنيجي على موضوع الصورة التذكارية، منلاحظ توجه الرؤساء باتجاه المنصة. بهاللحظة بالذات مثل ما شايفين بيظهر الرئيس الأسد، ما بيكون طبعا كان على جانبه هو الرئيس المصري السيسي مثل ما شفت من الصورة، وكل الناس عم يتطلعوا على الأرض، فعلى الأغلب أنه في أرقام أو دلالات لكل شخص وين بده يوقف، وهذا طبيعي طبعا لحتى الناس ما تكون هي صاحبة الاختيار. فاختار مكانه المدروس جنب السيسي وجنب رئيس طاجكستان. كان في شيء لافت انه يعني السلام الحار بين ملك عبد الله والرئيس الاسد. للاماني هلا ما بعرف انا هون إن اذا كان هو يتوجه بالسلام، يعني راح احط لكم اللقطه وانتم بتحكموا انه هو للرئيس الطاجكستاني، على ما اعتقد هو الرئيس الطاجكستاني واعترضه بشار الاسد، هو بالاساس بده يسلم على الرئيس الأسد، لأن لاحظوا هون الرئيس الطاجكستاني كيف مد إيده لحتى يسلم على عبد الله. فإزب الأسد هو الذي يعني يبادر ويتلقى السلام من الملك الأردني. بكل الأحوال طبعا واجهت صعوبة حتى في هذا المقطع، وهذا شيء ممكن تشوفوا، راح أحط لكم تسجيل الجلسة الأولى، لأن هي جلسات كانت على مرحلتين قبل الغداء وبعد الغداء. فالجلسة اللي مسجلة بشكل كامل هي قبل الغداء، لاحظت صعوبة بالغة حتى أنه في أرصد الأسد في أي لقطة من اللقطات. يعني بتعرفوا أنتوا بالإخراج بيكون وقت في متحدث أحد الرؤساء، فهن بتنقلوا الكاميرا كل شوي على الحضور. كل الحضور بدون استثناء طلعوا في لقطات منفردة أو يعني مكان جلوسهم كان واضح إلا الرئيس الأسد، وهذا الموضوع فيكم تدققوا انتو. يعني اللي له خلق يقعد ساعتين يشوف دقيقة بدقيقة ممكن يتأكد من كلامي، ولكن هذا الكلام مؤكد. فأنا شخصيا لقيت صعوبة في رصد تحركات الأسد ورصد مكان جلوسه يلي رح نحكي عليه تاليا. فهون بس خلصت الصورة، توجهوا إلى أماكن جلوسهم، وكان الأسد مثل ما شايفين بالصورة وحيد، ما كان يعني معظم الرؤساء كان في يعني أحاديث مع بعضهم البعض، ولكن بنلاحظ أنه هون الأسد يظهر هون في الصورة، يعني يتوجه لوحده بدون ما يكون معه أي من الرؤساء أو المسؤولين الموجودين. هلأ يلي صار أنه طبعا في كلمة ولي العهد، وبعدين في كلمتين هدون لازمين مثل ما حكينا، يلي هو قمة عربية إسلامية مشتركة. فحكى الأمين العام للجامعة العربية وأمين منظمة التعاون الإسلامي، وبعدين يعني تم افتتاح جلسة مناقشات مثل ما سموها، وكان الأمير أو ولي العهد محمد بن سلمان عم يقدم كل متحدث من المتحدثين على مدى ساعتين تقريبا. خلينا ناخذ مقطع دقيقة لحتى يعني تكون هالفكرة واضحة ما فيها أي لبس. أحمد أبو الغيط لإلقاء كلمته، فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورحمة الله وبركاته.
أشكر معالي السيد أحمد أبو غيط على كلمته، والآن أدعو معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلغاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر معالي السيد حسين إبراهيم طه على كلمته، والآن أدعو معالي المفوض العام لوكالة الأنروا السيد فيليب لإلقاء كلمته فليتفضل. الملكي شكرا جزيلا. أشكر معالي السيد فيليب على كلمته، والآن نبدأ جلسة المناقشات. أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دورة فلسطين لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمود عباس على كلمته، والآن أدعو جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جلالة الملك عبد الله بن ثاني بن الحسين على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، أخي صاحب السمو الأمير الملكي محمد بن سلمان رئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نائية وسيلة الخير للعالم الإسلامي برمته، وأشكركم جزيل الشكر. أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس جوكو رئيس جمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس جوكو على كلمته، والآن أدعو سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر على الجهود المباركة ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلقاء كلمته فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي على كلمته، والآن أدعو سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دورة الكويت لإلقاء كلمته فليتفضل. وصحبه فإذا مثل ما لاحظتوا، نحن حكينا هذيك المرة كان رأيي أنه المفروض تكون سوريا هي من أول الدول التي تتحدث بفلسطين. يعني حاولت شوف شو الترتيب، شو المعيار اللي استخدموه، الأحرف الأبجدية، ما في الحقيقة معيار غير علاقات السعودية، وزن كل ضيف من ضيوف، ويمكن جدول الأعمال الله أعلم، ولكن هذا اللي صار. تحدثوا كل هؤلاء على مدى ساعتين تقريبا، الجلسة الصباحية أخذت شي ساعتين وثلث، يعني قبل الاستراحة بعشرين دقيقة تم تقديم الرئيس الأسد بهذه الطريقة. أدعو فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لإلقاء كلمته فليتفضل. شكرا. سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد. فإذا هذا اللي لفت نظري أساسا، يعني حقيقة أنا ما كنت منتبه لا أماكن يعني الجلوس ولا مين حكى، ولكن وقت شفت طلع قدامي وزير الخارجية وقدم الرئيس الأسد، بينما شفت التقديم للآخرين هن من خلال ولي العهد السعودي، صرت حاول شوف كيف صارت مجريات الجلسة يعني خلال الساعتين يلي مضوا. هلأ مبدئيا مثل ما قلت لكم، يعني كان في عندي بحث اليوم طويل، معظم ساعات العمل أنا وفريق الإعداد لحتى نشوف الأسد وين قاعد، لأن ما في ولا صورة لا منفردة غير وقت الخطاب، ملاحظين ما بيبين أبدا مين قاعد جنبه، وما في أي صورة تجمعه مع الآخرين. بالنهاية شفنا أنه مكان جلوسه هو هذا المكان، يعني في مكان متطرف في بعيد عن المنصة، هو في مقابل المنصة تماما، بينه وهذا الواقع توزع معظم المتحدثين قبله أو المرتبطين في القضية اللي هي غزة، مثل ما حكينا يلي إلهم وزن ودور في هذه القضية، كانوا على الجانبين أقرب إلى المنصة من الرئيس الأسد. ومرة تانية إذا بتسألوا، يعني هلأ دائما لما بيطلع ناس بيقول لك وشو عليه وهذا بالصدفة،
أوكي يلي بدي يفهم الأمور بهالطريقة ما في مشكلة، ولكن أنا بنصحكم تشوفوا يعني تقروا شوي، تشوفوا ناس مختصين من الدبلوماسيين، لأن كل هذا له معنى في تقدير قيمة الضيف ومشاركته في المناسبة. هلأ شو معنات كل هذا الحديث؟ معنات هذا الحديث أنه قمة طبعا يعني إذا بدنا نفكر فيها، قمة فيها 51 رئيس بده حكى معظمهم على مدى يمكن ابتدت بالساعة 12 ظهرا أو قبل شوي وامتدت حتى السابعة مساء، فأكيد مو معقول كل الناس تضل قاعدة عم تسمع كل الناس. فمثل أي شيء في المهم وفي الأهم، في VIP هلا حتى بتطلعوا بالطيارة في مكان للVIP وفي مكان للناس العاديين، حتى هذا الموضوع يعني في التجمعات والمؤتمرات موجود. فتم ترتيب الحدث بحيث أنه الأكثر أهمية من الحضور بيتحدثوا أولا، بيسمعوا لبعضهم، بعدين بيغادروا وبيضلوا البقية بيحكوا لبعضهم البعض. وهذا تماما يلي صار، وهذا تماما يلي أنا أشرت له. هلا في ناس بيزعلوا ولكن هذا هو الواقع. يعني تحدث مثل ما شفنا يعني ولي العهد محمد بن سلمان. هلا اذا بدنا نتابع يعني لاحظوا مثلا انا سجلت لكم هنا، راح يطلع قدامكم برنامج بشتغل عليه بالمونتاج، فلاحظوا انه وقت عم يتحدث الرئيس التركي مثلا الرئيس الايراني موجود، وكذلك يعني اذا بدنا نشوف، خلينا نشوف هلا هون عم بقرب لكم اياه بالماوس شوي شوي. لاحظين في البدايه حتى هي الملك الاردني ظاهر، الأمير القطري وقت عم يحكي موجود، وحتى الرئيس الأسد موجود في القاعة. يعني لاحظوا بحسب مكان وجوده، يعني الأسد اضطر يستمع لكل هؤلاء بينما هؤلاء لم يستمع أحد منهم لخطاب الأسد. وهذا الشيء اللي عانيته وقت كتبت أنه معظم القادة العرب ويعني الوازنين، القادة الوازنين في المؤتمر بما فيهم الرئيس الإيراني غادر. يعني منشوف الرئيس الإيراني عم يسمع لأردوغان لأنه هو أساساً مضطر، لأن أردوغان حكى قبله. وأيضاً منشوف مثلاً الأمير القطري معظم يعني كان الحضور مكتمل، خلينا نقول خلينا نتابع على سبيل المثال بعد القطري شو صار. هاي العلامات كلها الزرقاء هي عبحاول شوف مين كان حضران أثناء كلام الدول الوازنة أو الدول يعني اللي مصنفة مهمة واللي تحدثت في البداية مهمة طبعا بما يتعلق بقضية غزة. الرئيس رئيسي طبعا بشار الأسد كان موجود، بينما رئيس رئيسي لم يكن عندما يتحدث بشار الأسد مع أنه هو حليفه. المفروض إذا في بين هالمجموعة حدا مهم يكون مهم يستمع لبشار الأسد كان لازم يكون الرئيس الإيراني باعتبار هو حليف بشار الأسد. هنا ملاحظة، الرئيس الإيراني هو الوحيد اللي أخذ تقريبا أكثر من 30 دقيقة أو بقرابة 30 دقيقة، بينما اقتصرت كلمات الآخرين بين 5 إلى 10 دقائق. الملاحظة الأخيرة يلي بدي أقولها في معظم، لحتى أكون دقيق، يعني في كان الكرسي اللي على يمينه دائما فارغ، على يساره في الحقيقة ما حسنت ميز مين كان على يساره. مرة تانية ما في ولا لقطة قريبة له لنعرف وين قاعد، وهذا ما أعرف إذا شيء متعمد، ولكن معظم الوقت يعني بمعظم الساعتين وثلث يلي رصدتهم وأنا شفتهم دقيقة دقيقة كان المكانين حول الرئيس الأسد فارغين مثل مبين بهالصورة. لاحظوا كيف دائما المكانين فارغين. فإذا هذا اللي صار. يعني مرة تانية أنا بالنسبة إلي فيما يتعلق بقضية فلسطين وغزة، هذا اللي حكيته بالتسجيل الماضي، كنت بفترض أن سوريا يكون هي إلى الوزن الأكبر، يكون إلى الأسبقية في الحديث، وتكون من ضمن دول VIP يلي تصنفت في البداية وحكت والقادة سمعوا لبعض البعض. ولكن مرة تانية تم تأجيل الأسد، يعني حتى بعد الأمير الكويتي في ثلاث رؤساء حكوا، الجيبوتي وجزر القمر وطاجكستان ومن ثم الأسد. يعني بعد ساعتين مما بديت الجلسة أو من وقت ما بدي حديث الرئيس الفلسطيني، يلي بدي أقوله كمان أنه ولي العهد محمد بن سلمان ما التقى الرئيس الأسد على هامش هذه القمة مثل ما شفنا في القمة الماضية. هو ما التقى أكيد 51 مسؤول اللي شاركوا في القمة، ولكن التقى العديد من هؤلاء ولكن لم يكن بينهم بشار الأسد. هلا على كل أحوال التقديرات بتكون لكم. أنا بالنسبة لي شفت أنه وزن سوريا وثقلها تراجع بقيادة بشار الأسد، لحتى أصبحنا يعني نحن على طرف
الطاولة وعلى طرف الخطابات وعلى طرف القضية. إذا في ناس بدهم مقياس، يعني حتى أنا هون خطابي موجه للمؤيدين، بس بدي لكم ماذا لو كان حافظ الأسد هو الذي يحضر هذه القمة، هل سيكون مكانه وحضوره بهذا الشكل؟ أنتوا جاوبوا على السؤال، وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.